باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. منذ عده سنوات اتيحت لي الفرصه ان اذهب الى البلاد التي يوجد فيها الثلج، ولم تكن في هذه البلاد كنائس مسيحيه ارثوذكسيه، فقالوا لي احنا عندنا دير. فرحت للدير، وزي ما في اديرتنا موجوده في الرمال، رحت ازور الدير ده هو الموجود في حقول كبيره من الثلج. وصلت لغاية الدير، وباعتباري القصة دي حصلت وأنا أسقف، دخلت المكان فقابلني رئيس الدير. حسب التقاليد التي يعيشوا بها الدير، كان في حوالي 11 راهب، رئيس الدير كان برتبة كاهن، قابلني وراح خالع الألصوة وأعطاني مطانية في التلج. طبعا هو راجل كان أكبر مني في السن، وأنا كنت مندهش للحكاية دهيت مع التلج الجامد، وانه يقلع القلصوه والقلصوه صوف عشان تحميه من التلج. رحب بيا الراجل، وبعدين قال لي اتفضل نبتدي اول زياره في الدير. انا فاكر ان اول زياره في الدير هزور الكنيسه، لكن فوجئت بياخدني لغايه الطافوس اللي في الدير، وحاطين شمعه على اخر راهب تنيح في الدير، والشمعه دي موجوده في وسط التلج طبعا. واتعلمت ان اول زيارة تكون في الدير هي تكون زيارة الطافوس وتذكار الاباء اللي عاشوا ورحلوا من هذا الدير. لما دخلنا الكنيسة بيمارسوا صلوات شبيهة بصلواتنا، بيصلوا الاجبية، بس في كل ساعة بيصلوا مزمور واحد، وبيصلوه بطريقة الانتيفون اللي هي يربعوا بعض، يعني ربع بحر وربع ابني. ويوميها كانوا بيصلوا المزمور رقم 18، أحبك يا رب يا قوتي، وبيصلوه زي خورس بحري وخورس إبلي. بعد كده دخلنا للطعام، طلبوا مني أن أنا أصلي، فصليت صلاة قصيرة، وبعدين جلسنا للطعام. الطعام عندهم في غاية البساطة من الذرة الأصفر مسلوق، ومعاه قطع البنجر متخرطة قطع مربعة زي حبات الذرة، ومخلوطين على بعض، الطبق تلاقي فيه أصفر وأحمر، وبيأكلوها بالمعلقة. لكن أثناء الأكل بيقروا كتب زي ما بنقرأ في أديرتنا البستان، لكن هناك بيقدروا يغيروا حاجة، فابتدوا يقروا بعض اختبارات الرهبان الأقباط في براري مصر، باعتباري ضيف من مصر. لكن فوجئت إن رئيس الدير مش بيأكل ويانا، هو اللي بيقرأ. فبسأل ليه؟ قالوا التقليد عندنا ان اللي يقرا هو رئيس الدير، وبعد كده هو ينظف مكان الرهبان اللي كله، وبعد كده هو يقعد ياكل لوحده. طبعا بيخافوا عليه، بيخافوا على رئيس الدير من روح الكبرياء، فبيدوا له اعمال بحسب التقاليد بتاعتهم احسن يسقط في هذا الكبرياء، ويجب ان يحفظ تواضعه. بحكي القصص دي كلها إن الله لا يترك نفسه بلا شاهد، حتى في الأماكن اللي مش خاضعة للطقس الأرثوذكسي واللي عشناه في أديرتنا في الصحاري المصرية، في أماكن كلها تلج بيعيشوا طقس رهباني، في شكل من التقشف الشديد، وفي شكل من الروحانية، وفي شكل أيضا من حفظ رئيس الدير من كل روح الكبرياء أو العظمة باعتباره الرئيس، فبيدوا له بعض الأعمال التي تحفظ اتضاعه وتحفظ خدمته لكل أولاده وإخواته اللي موجودين وياه في الدير. الله لا يترك نفسه بلا شاهد في أي مكان.